یہ دم الرقیہ 100 قسموں کے جادو کو توڑنے جلانے اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ پر چاہے جیسا بھی جادو ہے، کہیں پہ دفن کیا گیا ہے، نہر یا سمندر کے اندر بہا دیا گیا ہے، کہیں پہ لٹکا دیا گیا ہے، یا جادو کھلا یا پلا دیا گیا ہے، یا آپ کا پتلا بنا کے اس پر جادو کیا گیا ہے، یا بیماریاں، لڑائی جھگڑے یا میاں بیوی میں طلاق کروانے کے لیے جادو کیا گیا ہے۔ الغرض آپ کے اوپر جیسا بھی سخت سے سخت بھی جادو ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ ہر قسم کا جادو آپ پر سے ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے کہ جس کلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس کلام کی تاثیر اور اللہ کے خوف کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ پر جیسا بھی جادو ہے اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور آپ کا پورا گھر اور آپ کا جسم جادو سے انشاءاللہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں۔ دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفاخہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد واليك المشتكي وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فادر من شر ما خلق وبرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولج الكلمات التامة والدعوات المستجابات، اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساهرين، اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين، اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم واصرف عنها ما صابها من حسد الأقرباء والأصدقاء والزملاء والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم إنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سألت به أعطيت، وإذا استعذت به أعذت. اللهم أهلك كل من تغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهلك كل من تغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهلك كل من تغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهلك كل من تغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المرضى والعفاريت والماردات والعفريتات. اللهم أهلك كل من تغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المرضى والعفاريت والماردات والعفريتات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يلا جتنے بھی جنات شیاطین خبیث ہیں اور جتنا بھی جادو ہے جس قسم کا بھی جادو ہے، يلا سبھی کے سبھی شر کو، ہر قسم کے جادو کو، ہر قسم کے جنات کو ایک جگہ پہ یا اللہ جمع کر دے. بالکل وجہت ہوا مولیہ فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا یتبکم اللہ جميعا،
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وهو على إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يا الله جس قسم کا بھی جادو ہے، يا الله طلاق کے لیے کیا گیا، يا الله کسی سمندر نہر کے اندر بہا دیا گیا، يا الله تیری زمین کے کسی ٹکڑے حصے کے اندر دفنا دیا گیا، يا الله کہیں پہ لٹکا دیا گیا، يا الله پیٹ میدے کے اندر ڈال دیا گیا، کھلا یا پلا دیا گیا، يا الله بیماریوں کے لیے کیا گیا ہے، يا الله جس مقصد کے لیے بھی جیسا بھی جادو جہاں کہیں بھی ہے میرے اللہ، سارے کے سارے جادو کو ایک جگہ پہ میرے اللہ جمع کر دے، بے شک تو ہر چیز پہ میرے اللہ قادر ہے. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وهو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، وهو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، وهو علی جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على 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 جمعهم إذا يشاء قدير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، 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 يأتي بها الله. يا الله یہ جنات و ان کا جیسا بھی جادو ہے، زمین و آسمان کے کسی کونے میں یا الله پڑا ہوا ہے، یا الله تو قادر ہے، یا الله ایک جگہ پہ میرے مولا جمع کر دے. یاتی بھی اللہ، بے شک میرا رب ہر طرح کے جادو کو جمع کرنے پہ قادر ہے، قدیر ہے، قادر المطلق ذات ہے. یاتی بھی اللہ، 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 يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر 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 إن الله سيبطله. بے شک میرا اللہ اس ہر قسم کے جادو کو ضرور باطل کر دے گا. السحر ان الله سيبطله، 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 السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
اللهم ابطل كل سحر، 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 اللهم ابطل كل سحر. يا واحد يا ذا الجلال والاكرام، يا واحد يا ذا الجلال والاكرام، يا واحد يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا الله يا جبار، يا الله يا قهار. ابطل كل سحر يا الله يا قهار، يا الله يا جبار، يا الله يا جبار، يا الله يا قهار. اللهم ابطل كل سحر، 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 اللهم ابطل كل سحر. يا الله جتنا بھی جادو ہے جس قسم کا بھی ہے میرے اللہ باطل کر دے توڑ دے اس کو. اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر، 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 بسم الله يبطل كل سحر معقول، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقول او 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 مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر محروس، بسم الله يبطل كل سحر محروس. اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت، اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت، اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت، اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الاعتاب، بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الاعتاب. اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور، اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور، اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في مسجد في قبر، اللهم ابطل كل سحر في مسجد في قبر، اللهم ابطل كل سحر في مسجد في قبر، اللهم ابطل كل سحر منثور، اللهم ابطل كل سحر في عتر او بخور، اللهم ابطل كل سحر في عتر او بخور، اللهم ابطل كل سحر في عتر او بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عتر او بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عتر او بخور، اللهم ابطل كل سحر مكتوب، اللهم ابطل كل سحر مكتوب، اللهم ابطل كل سحر مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوا، اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوا، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوا، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوا، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر قديم قفج خفج، اللهم ابطل كل سحر قديم قفج خفج، اللهم ابطل كل سحر قفج، اللهم ابطل كل سحر قديم قفج خفج، اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل كل سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل كل سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل كل اسحار الجهود، اللهم ابطل كل اسحار الجهود، اللهم ابطل كل اسحار الجهود، اللهم ابطل كل اسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والصوفية. يا قوي يا متين إنك أنت القوي العزيز. اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر،
اللهم ابدل كل سر، 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 اللهم ابدل سحر الارواح، اللهم ابدل سحر الارواح، اللهم ابدل سحر الارواح، اللهم ابدل سحر القلب العقول، اللهم ابدل سحر الجنون، اللهم ابدل سحر الجنون، اللهم ابدل سحر الجنون، يا قوي يا متين يا الله يا جبار، اللهم ابدل سحر التفريق بين المرء وزوجه، اللهم ابدل سحر الطلاق، 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 اللهم ابدل اسحار الزنا، 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 اللهم ابدل اسحار الجان، اللهم ابدل اسحار الجان، اللهم ابدل اسحار الجان، اللهم ابدل اسحار الجان، اللهم ابدل سحر العاشق، اللهم ابدل سحر العاشق من الجان، اللهم ابدل سحر المرض، اللهم ابدل اسحار المرض، اللهم ابدل اسحار المرض، اللهم ابدل اسحار المرض، اللهم ابدل اسحار المرض، بسم الله يحرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يحرق كل سحر، 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 الله کے نام سے جلاتے ہیں ہر قسم کے جادو کو آگ لگاتے ہیں، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق كل سحر، 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 كل سحر في النار، كل سحر في النار، كل سحر في النار، كل جن في النار، كل سحر في النار، كل خادم السحر من النار، كل خادم السحر من النار، كل سحر في النار، كل سحر في النار، كل جان في النار، كل سحر في النار، كل سحر في النار، نار حامية، 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 سيسلى نارا، 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 نار النار، نار النار، نار النار، نار النار، نار النار، نار النار، لا نحركنه، لا نحركنه، ثم لننسفنه في اليم نسفا، 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 لا نحركنه، ثم لننسفنه في اليم نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، والقت ما فيها فتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي،
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سجدہ تلاوت کی گئی ہے، رکیہ سننے کے بعد آپ سجدہ لازمی کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق 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 وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا. بس اللہ نے ہر قسم کے جادو کو ریزہ ریزہ کر کے راکھ بنا کے فضاؤں ہواؤں میں اڑا دیا انشاءاللہ. فجعلناه هباء منثورا 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 فجعلناه هباء منثورا. اللہ نے حق کو غالب کر دیا اور باطل جادو کو میرے رب نے انشاءاللہ نیز تو نبود کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر کے جلا دیا میرے اللہ نے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا بالله 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 لا حول ولا قوة الا بالله. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے. جیسا بھی آپ پہ جادو ہے میرا رب توڑ دے، اس کو ختم کر دے، اور آپ کو جادو کے اس چنگل سے میرا رب نکال دے. تو آپ نے اس دم الرقیہ کو انشاءاللہ 21 دن تک دن میں 3 مرتبہ سننا ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات عشاء کی نماز کے بعد. جب بھی سنیں باوضو ہو کے سنیں، آنکھیں بند کر کے سنیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو آپ یاد کر لیں. ہر نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ یہ کلمہ لازمی پڑھنا ہے 21 دن تک. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ اور رب کے کلام پہ یقین ہے. انشاءاللہ جیسا بھی آپ پہ جادو ہے انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ
روزانہ صبح خالی پیٹ پانی کے ایک گلاس کے اندر نیم گرم گلاس آپ لیں کوشش کریں، اس کے اندر 3 چمچ خالص شہد ڈال کے وہ 21 دن تک ساتھ میں پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ معدے یا جسم کے اندر جہاں بھی جادو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔